لك لسه بيتمقتل قدامه مني؟ لك انا ليش هون؟ لك عمي شو عمل انا حتى تجيبني لهون؟ احكي لي خلاص روح اقعد محلك ولا خلاص روح اقعد محلك 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 ولا خليك روح امرك سيدي شوفي ولا شيء سيدي ولا شيء سيد الوكيل هذا هو عبود ايه سيدي عبود شو صارت جنحة يعني؟ ايه نعم عبود اسمع عزة اقسم بذات الله اذا ما بتقلي ليش انا هو قسما بالله لا يطلع جناني عليكم ها ايه لا طول بالك طول بالك وهدي حالك افتح الباب لنفهمه شو عامل افتح امرك سيدي يلا 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 افتح 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 جعلك ايه جعلك ورا يعني ما بتعرف شو مساوي الله وكيلك يا جناب الحكومة ما بعرف شو مساوي الله يستر على عرضك كرمال النبي فهمني ليش أنا هو خراس ولا خراس عم تجذبها ما هي ايوه سيدي الله يستر على عرضك لا تغلط معي أنا ما غلطت معك بالمختصر فهمني ليش أنا هو وشو مساوي سد بوزك ولا وجئن على عيبك عزام قل له ليش هو هو ليش لأنك مجرم أنت زعيم لك أنا زعيم يلا اسلبها تغشمن علي لك تغشمن شي يا الله وكيلك مالي عم بتغشمن انا زعيم ولك الزعيم ابو شكري شو بعد الزعيم ابو شكري ما وانت الساده ان قتل وكل هالحاره اللوز عم يقولوا انك انت اللي قتلته وعم يشهدوا ضده سيدي وانا عندي كمان معلومات انه امبارح توعد له قدام كل اهل الحاره وحلف يمين إلا يرد له الكف اللي سبقه يا الزعيم إيه؟ ويكون بعلمك إنه حكم إعدامك طلع بقى جاهز حالك لأنه بكرة بدنا ناخذك على سجن القلعة مشان يشنقوك هنيك الله يرحمك يا زعيم الله يرحمك يا كبيرنا زعيم ابو شكري ينقتل واحد مثل ابو شكري ينقتل هيك بهالبساطة بس مين له مصلحة يقتله عم ليش هيك عم يصير معي انا؟ لك ليش هيك عم يصير معي؟ بهدد اب خالد الفاكهاني بيقوم بينقتل بنفس اليوم. بهدد الزعيم بيقوم بينقتل. ليش هيك لك عبود؟ معقول هالحارة يرجع يظلموني مرة ثانية؟ دخيلك يا رب العالمين. دخيلك واقف معي يا ارحم الراحمين دخيلك. يا رب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي آخرتك لك عبو هي آخرتك تنحكم إعدام مثل المجرمين والتالين القتلة ظلمتوني يا أهل حارتي ظلمتوني وذبحتوني وهي مو أول مرة هي تاني مرة بتظلموني لك ليش هيك عم يصير معي أنا يا ربي ليش هيك عم يصير معي دخيلك يا ربي دخيلك
معقوله يكون هالرجال بريء؟ طيب ليش وكيل السرايا مهتم بقصته كل هالقد؟ ليش؟ والله هالزلمة شكله بريء وفي شي عم بصير بالخفا، ولازم تعرفه يا خليل، لازم. صوبت يا زقرتي، صوبت. أنا اسمي خليل، اسمي ليش هيك عملت يا خليل؟ ليش هيك عملت؟ لأني عرفت أنك مظلوم. الله وكيلك مظلوم. تعرف لك شي حكيم قريب من هون أختك لعند منه؟ لا يا عبود، لا، ما حد ينفع الحكيم. الرصاصة إجت بقلبي. إن شاء الله لا تموت يا خليل، لا تخليني يكون سبب موتك. كرامة للنبي، والله ما لي ناقص أنا. لا تخاف، ما راح تكون أنت السبب بموتي. أنا صحيح لابس فرنساوي مثل ما لك شايف، بس أنا ابن الشام يا عبود، أنا ابن هالبلد وابن هالتراب، ومستحيل خلي حدا من غربتلي يعلم على ابن بلدي. يستر على عرضك، يستر على عرضك لتموت. كرامة للنبي. لا إله إلا الله. الله يرحمك يا خليل، الله يرحمك يا زقرتي. انت متت مشاني ودينك برقبتي طول العمر، بعرضي انك رجال بتتقل بالدهب. بس وحياة الشواري لا أخذ لك تارك من الفرنساوي، كل نقطة دم نزلت منك مقابيلة 100 واحد منه، وهذا دين علي طول العمر. هذا دين علي طول العمر، وأنا عبود الشامي، والله شاهد على هذا الكلام. هلا رح اطلع على دمار، لانه كل دوريات الفرنساوي بتجي من هنيك بطريقه على الشام. بس قبل ما اروح على دمار في شغله لازم اعملها. سلام يا زكرتي، سلام يا زينة شباب الشام. الله يجعل مسواك الجنه، طاب الموت يا شام.
يا خسيس؟ مجوح عليك الله لا تقتلني. أنا صحيح لابس فرنساوي بس أنا ابن هالبلد وها فردي. الله يرحمك يا خليل. كلامك نجاك. شو اسمك أنت؟ أنا يعوب الحسن من ديراطي. معك شي سلاح تاني؟ ها فردي بس. قوم لحتى لي ساعدك وداويك. قوم. في مريم من العمارة قال هي بنت أبو زاهر القوتلي. ما فهمت عليك. حرمي من العمارة قال هي بنت أبو زاهر القوتلي. ايه؟ وقال لازم تشوفك ضروري لأنه في مصيبة بدها تصير اليوم. أنو مصيبة هي؟ ما بعرف يا زعيم بس المستورة في المضافة عم استنى. تعمل يلا. يا رجال وين الخبيب؟ جوا. خليكم برا. ايه أختي احكي شو في؟ انت بتعرف من اللي قتل عمك ابو شكري يا زغرتي؟ طبعا بعرفه. عبود الشامي. لا يا زعيم مو عبود الشامي اللي قتله. شو عم تحكي انت يا اختي؟ مثل ما عم قلك يا زعيم عبود ما له علاقه بقتل الزعيم ابو شكري. مين اللي قتله؟ في واحد بالعماره اسمه ابو سليم الطحان. بتعرفه؟ بعرفه. هو اللي قتل الزعيم ابو شكري مو عبود. وكيل السرايا بعته مشان يقتل عمك وعطاه 2000 ليرة ذهب. ومبارح كمان اجى لعنده وعطاه 3000 ليرة ذهب مشان يقتلك انت كمان يا زعيم. انت شو عرفك؟ انا مرته وانا سمعته مبارح وهو عم يعرض عليه الذهبات مشان يقتلك. واذا بدك تسألني ليش هيك عم بعمل انا مقاسية منه كتير وهو واحد واطي. يلا اختي يلا روح خبر شكري بالحقوني هالعمارة. شوف يا اخي على بيت ابو سليم. امشي. ياسمين لك يا ياسمين راحت هاي. ياسمين زعيم يا
انت يا وطي، انت يا حقير، خليتنا نصدم الرجال طول هالمدة. خير خير زعيم، شو اللي صار؟ قتلت كبيرنا يا وطي، لسه عم تقول شو اللي صار؟ قتلت الزعيم، لسه عم تقول شو اللي صار؟ خليتنا نصدم عبود وعم تقلي شو القصة؟ الله وكيلك يا زعيم، الله وكيلك يا زعيم، وانا هذا وكيل السرايا. ايه وكيل السرايا، هو اعطاني مصاري وقال لي اقتله للزعيم ابو شكري، بالعلامة قال لي انه الزعيم ابو شكري واقف بحلقه مثل الشوكة. انا لما شفت المصاري ضعفت ورضيت، بس الله وكيلك يا زعيم انا ندمان. هلا ندمت يا واطي، شاهد على روحك يا ابن الحرام. بوس ايدك يا زعيم، بوس ايدك، انا عندي اولاد لا تقدمون، بوس ايدك. ليش اللي قتلته ما عنده اولاد يا ابن الحرام؟ ما عنده حاره كامله بتأتمر بامره؟ بلك هلا، بس تاركم مو عندي يا جماعه، تاركم مو عندي، تركن عند وكيل السرايا. شكري عبود، لك انت بني ادم ولا جني؟ هاي بعدين بنحكي فيها، بني ادم ولا جني. قتلته للزعيم ابو شكري يا واطي، بدك ترزق التهمه فيني يا حقير؟ لك مو انا اللي قتلته، مو انا اللي قتلته، هذا عبد سليم. بس انت اللي بعته تقتله وعطيت ذهبات كمان. مو صحي هذا الحكي، مو صحي. هلا عرفت ليش بدك تقتلني يا واطي، هلا عرفت ليش بدك كان يموت. كل يوم تبعت لي دورية مشان تقتلني، بتعمل لي فخ مشان اقتل فيه. بدك يعني موت لكان، ما بدك شاهد على فعايلك يذكر بكذبتك ويكشفك. اسمع ولا، ما في شجرة وصلت ربا وإليك وقعت وما حدا سمع عليك. قتلته للزعيم ولا مفكر تقتله لنوري وتقتلني أنا؟ عم تفكر تخلص من رجال الشام واحد واحد؟ بس في شغلة انت ما بتعرفها منوب، رجال الشام ما بتخلص. بدل الزعيم في ألف زعيم، وبدل نوري في ألف نوري، في ألف عبود. بوس ايدك لا تقتلني يا عبود، بوس ايدك. والله كان بودي فرغ هالبشكات كلها براسك، بس في عالم أولى مني لا تقتلك، فهمان ولا؟ يعوب بطو عبود. بدك تغدر فينا يا واطي يا خسيس بوي، بدك تغدر فينا يا عوب. نبشو اول شي، نبشو. يلا ربطوا هلا، قوم يلعن فوت صحكم. اهلين ابو فاضل. اهلين بسقرتي. يا رجال، نحن طالعين هلأ لنحمي بلدنا ونشد على ايدين شباب اهل كفر بطنا ونساعدهم، وبدنا ننسى كل شي بيناتنا ونكون ايد واحدة. مشي يا رجال، مشي يا سكرتي، مشي يا سكرتي.
ابواب الموت يا شامي. للمرة الثانية بنسألك يا بضاي، مين انت؟ مين انت يا بضاي؟ عبود الشامي، واحد من رجالك يا زقرتي. لسا الخير لقدام يا اهل الشام. لك الله محيي البطل اللي حملك. مرحبا يا صاحبي، انا اليوم جاي لعند منك يا خليل لحتى اقول لك انه كشفت الحقيقه وطلعت بريء من دم الزعيم. هذا وكيل السرايا الكلب ابن الكلب هو اللي طلعت له ابو شكري ولازق الدم بظهري. اسمع يا صاحبي، انت بتعرفني منيح، انا ما بقتل، انا ما بقتل روح خلق رب العالمين الا على الحق. مشان هيك انا اليوم جاي لعند منك لحتى ترتاح بتربتك الطاهره، لحتى اقول لك انك انت استشهدت مشان واحد بريء. كل الدنيا وقفت بوشه، واهله وناسه وحارته وظلموه، وما حدا غيرك وقف معه. صحيح لك ابو الخل، انا ما خبرتك. يا ريت لو رب العالمين طعمك وشفت وشه لنوري ولا شكري ولا اهل حارتي قديش هن ندمانين لانه ظلموني. خليل، انا جاي لحتى اقول لك انه انت استشهدت مشان كلمه الحق، والله طعمك الشهاده. وجاي لحتى اقول لك كمان انه انا راجع اعيش بحارتي بين اهلي وناسي ومع خالتي ام ياسين. بس والله يا خليل، وحيات من اسمه على الماء جماد، دارك ما خلاص ولساته برقبتي الممات. الله وكيلك لضل اقتل بالفرنساوي، يقتل بالفرنساوي، يا انا بموت يا هو بيطلع برات ارضي. سلام يا زينة شباب الشام.